الشريعة رخصت في المسح على الإمامة، أين موقع الإمامة؟ الرأس. الشريعة رخصت في المسح على الخفين، أين موضع الخفين؟ القدم. أما ما عداها فلا يجوز المسح. ولذا لو أن المرأة وضعت مناكير بعدما توضأت، فهل لها أن تمسح على هذه المناكير لأنها تمنع وصول الماء إلى البشر؟ هل لها أن تمسح؟ الجواب لا، لأن المسح في الشريعة جاء رخصة في موضعين اثنين لا ثالث لهما، الرأس والقدم.